FM. الكلمة ليك. تونس من بعد 14 جانفي 2011 تحولت إلى مصطبة لتبييض الأموال وتجارة السلاح، ولو أنه موضوع تبييض الأموال موضوع ممكن نقارنوه إذا كان باش نقارنوه بتجارة الأسلحة باش يولي موضوع معناها ضعيف وميمثلش خطورة بالموضوع لتجارة الأسلحة. علاش طبيب الأموال يقع في تونس؟ سواء احنا قاعدين نشوفوا أنه العديد من الجهات الليبية سواء كانت في شكل شركات أو في شكل أشخاص قاعدين يبيضوا في أموال سواء كانت في الميدان العقاري أو إلى غير ذلك منها. لكن موضوع تجارة الأسلحة الموضوع هذا تقريبا منذ سنتين خذا منعرج آخر وتحول إلى موضوع يمثل تهديد حتى للأمن التونسي وكذلك حتى للسلم في المنطقة المغربية بشكل عام. في العادة التجارة هذه قاعدة تمر ما بين شركات، الشركات هذه هي شركات مدنية وقاعدة تأسيسها في تونس، شركات موجودة في تونس معناها موجودة في تونس وقع تسجيلها في تونس سواء كانت بشراكة، وفي الأغلب هي شركات هذه تقوم بشراكة ما بين أفراد أو جهات تونسية وأفراد أو جهات ليبية في الموضوع هذا. الشركات هذه مرتبطة بعملياتها في العادة تكون بعمليات توريد وتصدير أو خدمات، ولكن عملياتها المالية كلها تقريبا أو بشبه إجماع أنها مرتبطة بعمليات نحو الخارج. في العادة الموضوع متاع الأسلحة ما يتمش بطريقة أنه يقع استيراد أو تصدير أو بإرسال طلبية أو بعض الفواتير مع تحت المسميات، هو دي ما يتم عن طريق موضوع مدني في تجارة في شراء مثلا اقتناء مثلا معدات أو اقتناء مثلا مواد غذائية إلى آخره، ولكن هذا لتسهيل بطبيعة الحال لتسهيل تصدير العملة. وهنا فما موضوع آخر شائك أنه حتى البنك المركزي ما نجمش باش يعرف راهو في كل الحالات أنه العملة هذه اللي وقعت تصديرها باش تمشي مثلا لتجارة السلاح إطلاقا، لأنه بالعادة كما قلنا أنه الطلبيات اللي قاعدة تخرج من الجهات هذه تخرج مثلا لاقتناء مواد غذائية أو لاقتناء خدمات أو تجهيزات فنية ما عندهاش حتى علاقة إطلاقا بأي شيء ممنوع في تونس. كابافان الكلمة ليك.